طلع مدام، طول بالك يا اخي، شوفك الله. كمان نزلنا بالجوره، كان لايتنج ديزاينر عادة بيشتغل بعد الظهر، حبك يطلع دلوقتي بعد الظهر عمل اكسترا ماني. عم بشتغل شغلتين لانه انت هون عايشه ببلد، يعني اذا بتشتغلي اربع شغلات از نوت انف فور يو. في كثير مواقف بتواجهك بهالشغله، وخصوصا انه بدها طولة بال وثلاث ارباعها تعصيب التعصيب، يعني عجقات السير، المسبات لما توقفي للزباين كثير ناس بيسبولك، في ناس بتطلع مثلا بتنسى وين نازله. انا غرامي الموسيقى، حياتي هي الموسيقى. يعني يمكن اذا عم بشتغل شيء بحياتي بس انه لاني بدي اشتغل، بس حلم الحياة هو الموسيقى. المشكلة انه انت الغنية اذا ما عملتي لها فيديو كليب وما كان عندك بادجت عالية تتعملي انتاج لإلك، وبنفس الوقت انه ما في ناس بتحضن المواهب، بس بالنهاية الواحد يعني حلمه بده يحققه، ان كان اليوم ان كان بكره. How's it going? دهن الحب مشوار ابتدى، وبغفلة عمر بلش عمر تاني. الليلين دهن الحب مشوار ابتدى، وبغفلة عمر بلش عمر تاني، وصار جاي الشوق صوبي عالهدى، وهب الهوى وبعيد وداني. وشفت الدنيا أعياد وغناني ذهب وقصور، ما بوعد حدا بالكاد، عرزاي لبراس الجرد باني. وش ميلة مواويل رددها الصدى، وش ميلة مواويل رددها الصدى، وآمال بهالأيام سهراني، وما وعدتك بنجوم الليل ولا فرحة من خيوط الشمس، ولا تجيب لك عطور الخيل نور الجن ومال الانس، وما وعدتك بنجوم الليل لا فرحة من خيوط الشمس، لا تجيب لك عطور الخيل نور الجن ومال الانس، وانا زلمي عقد الحال
دمي على قد الحال ومالك وموال ومن جيرة عن جدي وبات ما وعدتك بنجوم الليل لا ترحم خيوط الشمس لا تجيب